يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دولتنا تصرف مبلغا من المال لأجل شراء كتب، وذلك للطالب المبتعث، قد يتأخر صرف هذا المبلغ، فهل يجوز لي شراء كتب من حسابي الخاص ثم بعد ذلك إذا صرف المبلغ المختص بالكتب أخذه لنفسي في مقابل ما دفعته من حسابي سابقا؟ نعم، هذا حق لك، هذا حق لك، إذا أخذت قدر ما دفعت هذا حق لك. نعم.